زي ما شفنا مع بعض منورانا الكابتن مي هشام نجمه الاهلي السابقه في كره اليد. اهلا بيك يا مي. اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. وانتوا طيبين. احنا سمعنا طبعا شايفانا محتفلين النهارده براس السنه كده شويه. احمر وحركات. قولي لي بتحتفلي ازاي براس السنه او ايه الخطط بتاعتك؟ اعتقد هتبقى جزيره القطن. يعني بتبقى الدنيا في الاغلب بتبقى زحمه و ففي الاغلب بنقعد بقى ونحضر. أيوة. فيلم وفشار وحركات. ده اللي كنا البساطه اللي لسه كنا بنتكلم عليها. اه ما يعملش ما بتعمليش بقى الاحتفالات اللي هو اسافر بلد واعمل مش عارفه ايه. لا يا دوب تقعدي. لو انا مسافره من قبليها تمام، لو انا مش مسافره ما بتسافريش عشان راس السنه. لا. طب انت قولي لي. زحمه موت. زحمه وبتبقى غاليه جدا عامه. بيني وبينك. طب قولي لي ايه ذكرياتك مع راس السنه؟ يمكن في ألمانيا يعني حسيت الأجواء مختلفة شوية عن جداً. عننا. إن أنا درست في ألمانيا، قعدت هناك 6 شهور، فالدنيا كانت مختلفة خالص في الكريسماس غير ما احنا متخيلين خالص. أوكي. فكانت الأجواء ظريفة جدا. عمر هيتبسط قوي قوي. انت لسه جايبين سيرة ألمانيا النهارده. ابني هيدرس في ألمانيا. ابني برضه هيدرس في ألمانيا. كانت لذيذة الدراسة في ألمانيا. أعتقد صعبة يعني. كنت بدرس هاندبول برضو يعني. دورة. أوكي. تخصصية في الهاندبول. احكي لنا عن ده. ده كان سبب الاعتزال بقى. يعني لسه جيلي كان بقى عشان تقول لنا. نطيت انا نطة كبيرة صح؟ مش مشكلة خالص. بس اتبسطتي في ألمانيا؟ جدا. طيب احنا هو ألمانيا واللي حواليها بقى يعني. لفيت كلها حلوة قوي.